بلش مع أهلي بريحة، فجأة بسمع إنه المخابرات دخلوا على بيتنا وقعدوا يفتشوا وكسروا الدار. طلبوا منا استدعاء بعد ما كسروا الدار، ويعني قعدوا عدة أيام ينزلوا على بيتنا ويكسروا فيه ويفتشوا. هلأ بعد هذا الإشي طلبوا مني استدعاء، راح أبوي سلمني وانحبست. كانوا يتهموني بأشياء أنا ما دخلني فيها ولا بعرف فيها. روحت بشرط حبس المنزلي أسبوع. كنت أنا يعني ناوي أطلع يعني مع العيلة في رحلة، حضرنا حالنا وطلعنا، حكوا معي الأهل إنه في شرطة الاحتلال والمخابرات عمالها بتيجي على البيت عندك كل ليلة. أنا طبعا غبت تقريبا 5 6 أيام عن البيت، فحكوا لي إنه في اقتحامات للمخابرات ولغرف 4 على البيت عندك، وأنا ما كنتش موجود. بس لما دخلت البيت كان البيت قايم قاعد مكسر، الخزائن كلها منفلة، جبصين مكسر، الديكورات مفتحين فيها، الكنبايات مكسرينها مفتحينها، بعرفش عايش كانوا يدوروا هم بالضبط. بس كان الوضع يعني مأساوي في البيت، وتركوا استدعاء لابنك انه يطلع عندهم على التحقيق. جيت هنا انا وطلعت عليهم على الشرطة وسلمت الولد. الولد انحبس من يوم الاحد ليوم الخميس، طلعوا محكمة، وفي المحكمة أفرج عنه بالتهم الموجهة له، وأعطوه يعني زي حبس بيتي مدة أسبوع، كفالة 10,000 شيكل. أنا طفل عمره 14 سنة بتعرض لكل هذا الضغط، ضغط نفسي وضغط جسدي، وما زال الضغط يعني مستمر. يعني يوم يوم هم بيتابعوا موضوع الحبس البيتي، وبيجوا على البيت عنا وبيفحصوا وجوده في البيت. هذا كله شكل ضغط مش بس عليه، على علينا احنا وعلى اخوته وعلى الحارة نفسها اللي احنا عايشين فيها، مش على دار ولا دارين، هذا على بيئة كاملة وعلى مجتمع كامل بصير ممارسة الضغط عليه. هذه زي ما بقولوها ضريبة الصبر والرباط في هاي الأرض.